واش لا بافا جيسبر خوكم تكون ان شاء الله ا بيان دو بيان. دوك لي سوجي تاعنا نهضر على واحد الجلوت هرمون، كيفاش تقدر تزيد من الجلوت هرمون ديالك، هرمون النمو الطبيعي. شي حوايج بصح تقدر تزيد من النسبه تاع التركيز تاع الجلوت هرمون في الكوغ ديالك. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساش دير ابوني لاشين، ما تنساش دير لايك لا فيديو. باي باي، نحييكم على فيديو الثاني. المهم الا كنتي اول مره انت ولا انت كتفرج فيها بدلتها، حسب لك على العيبه ديال الابونيت بالك علاش تولي دري، وفعل الجرس باش يبقى وصلك النوتيفيكاسيون ديال الفيديو كامل اللي كان لوح، وخلي لايك وخلي شي كومونتير زوين. بيس. دابا اول حاجه اللي هي الصيام في حد ذاته كيخليك انك تزيد من النسبه تاع البلوت هرمون في الكوغ ديالك ب 20%. واحد الدراسه تبشر الى صمتي كثر من 16 ساعه، بين 16 ساعه حتى 17 ساعه و 15 وما بين وبين، كيتزاد الجلوت هرمون في الكور ديالك ل 20%. هذه اول حاجه غتستافد منها في رمضان. ثاني حاجه اللي كيهملوها بزاف ديال الناس في هذا رمضان هذا هي النوم. بزاف ديال الناس كيبقاو سهرانين ما كينعسوش، سو في هذا النوم هذا فيه كيتزاد الجسم ديالك من البودر، وفيه كيقدر ان الجسم ديالك ينمو غير ملي كتكون ناعس، ومي كتكون ناعس كيتزاد التركيز نتاع الجلوت هرمون بواحد الطرق فواحد النسبه خياليه، كيتزاد بزاف الجلوت هرمون كتكون نتا ناعس. الو خاصكم تشدوا الوقت نتاع النعاس ديالكم مزيان وتحافظوا عليه باش تقدر انك تزيد من الوزن ديالكم ما تطيحش في الوقيته نتاع رمضان. حاجه هي انك خاصك تجنب السكريات البسيطه، كيف ما كنعرفوا كلما هبط النسبه نتاع السكر في الدم كيتزاد الجلوت هرمون، يعني ارتفاع السكر في الدم هو ضد نتاع الارتفاع ديال الجلوت هرمون، يعني اما واحد يهبط واحد يطلع ولا واحد يطلع واحد يهبط. سو خاصك تجنب السكريات البسيطه في رمضان باش تقدر ما تخلي لك الجلوت هرمون في الكوغ ديالك مرتفع. رابع حاجه هي التدريب بالاوزان الثقيله. بالمزيد واحد العام اللي التدريب بالاوزان الثقيله كيحرق الشحم اكثر من الكارديو، حيت كتزاد في ملي كتكون كدير الاوزان كتمرن بالاوزان الثقيله كتكون كتستعمل واحد لاسيد لاكتيك كتفرزها الجسم ديالك كتخليك تحرق اكثر، تحرق الشحم اكثر ما كتحرقها في الكارديو، وكلما جات هاد لاسيد لاكتيك كلما كيرتفع معها الجلوت هرمون. يعني الاوزان الثقيله كتخليك انك تزيد من النسبه تاع الجلوت هرمون في الكوغ ديالك بالضعف نتاع 40 حتى 50%. وهذا الشيء ماشي اللي قلته، هذا الشيء راه قالوا الدراسات الجديده كاع، حيت انا راه قلبتها قلبت مزيان وجمعت لكم هاد المعلومات وبغيت ندير لكم سوغ فيديو. هذا الشيء كامل غير باش تحافظ على الوزن ديالك في رمضان.